لغايه دلوقتي ما قالتش يساند الحكم رقم واحد عندك في مصر. يعني الاستاذ شريف الراجل يعني كتر الف خيره وجمل الصوره، فقال لك احنا اتحاد ضعيف. لا انت لو انت عايز بقى تصغها في مكانها الطبيعي، ده افشل اتحاد كره تولى اداره الكره في مصر بقياده الكابتن هاني ابو ريد. اول حاجه الكابتن هاني ما بيتابعش الامور في داخل اتحاد الكوره. مين اللي بيتابع امور اتحاد الكوره؟ كلها الشخصين داخل الاتحاد هم اللي بيديروا اتحاد الكوره بدون ذكر اسماء الشخصين، وهم معروفين هم اللي بيديروا كل حاجه. تاني حاجه اللقطه حتى الوحيده اللي كانت حلوه في الكره المصريه اللي استناها الشعب المصري سنين اكتر من 25 سنه، لقطه كاس العالم ووجود مصر في روسيا. شوف سوء التنظيم، شوف مدى الانتقادات، شوف شكل منتخب مصر في العرس الكروي العالمي، شوف ظهرنا بالشكل ازاي، وكان مسؤول عنه مين؟ اتحاد الكوره بقياده الكابتن هاني ابو ريدة. انا بقول الكابتن هاني ابو ريدة ليه؟ ان الكابتن هاني ابو ريدة توسمت الناس فيه بصراحه بشكل كبير جدا. النهارده لما يكون عندك راجل عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بيدير العالم وخبرات كبيره في الاتحاد الافريقي، ده عضو عضو في التنفيذي عضو في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، وتيجي انت تشوف عندك جدول المسابقه في الكره المصريه يقول لك حرس الحدود او الجونه مع الزمالك، ده والله والله يعني حاجه كده. الحرس اللي هيلعب ولا الجونه؟ حرس لسه بكره حرس هنشوف صاحب بكره. طيب فالنهارده كلمه للاستاذ شريف يعني ده كده بيجام اتحاد الكوره، لا ده افشل اتحاد كوره. تاني حاجه وانتم بتتكلموا عن التحكيم والتحكيم المصري، الحكم المصري لو كان ليه كرامه في بلده كان يبقى ليه كرامه في الاتحاد الافريقي. بمعنى؟ بمعنى النهارده الحيطه المايله في المسابقه هو الحكم المصري. النهارده شوف من بدايه الموضوع اسناد المباريات كلها لتحكيم اجنبي، اذا مفيش ثقه في الحكم الاجنبي. الحكم المصري. الحكم المصري. النادي الاهلي لما اسند برغم انه اتظلم واتظلم في مباريات مؤثره، الوحيد اللي اسند مبارياته الحكام مصريين هو كان عنده ثقه في التحكيم المصري وكان بيساند التحكيم المصري، مش معنى ان هو بيجامله، لا ارجع كده في الدوري وشوف مباريات الانتاج الحربي والكوارث اللي حصلت، لكن النادي الاهلي من دوره من دور المسؤوليه كان واقف جنب الحكام المصريين. ممكن اشكك في قدرات الحكم المصري لكن ما اقدرش اشكك في ذمته طبعا، لا. عكس حكام تانيه على الرغم من ان في ناس بتطلع تشكك في ذمه التحكيم وفي كده. فالنهارده اذا الاتحاد الكوره ما قدرش يقف جنب حكامه على مدار الموسم، شتيمه من رؤساء من بعض رؤساء الانديه للتحكيم ورئيس لجنه الحكام، ما قدرش كمان الاتحاد المصري بقياده الكابتن هاني ابو ريده يحمي لجنه الحكام عنده، فالنهارده ده من سبب فشل الاتحاد المصري. النهارده بقى عندك قضيه وكان هو اللي صدرها للاتحاد المصري للنادي الاهلي، مباراه بيراميدز دوري ولا كاس، مين اللي اخترق المشكله؟ كنت حاطط جدول وكنت ماشي عليه ومضغوط، ورغم ان النادي الاهلي زي ما بيتقال النادي الاهلي كان بيتاجل له علشان افريقيا، بس لكن جيت في وقت خلاص انت ضغطت، انا معايا الجدول، لعبت يوم 2 ولعبت يوم 5 ولعبت يوم 8 ولعبت يوم 12، يعني بتتكلم في 11 يوم ولا في 10 ايام لاعب 4 مباريات، النهارده مش قادر تنهي الدوري في 10 ايام في 5 ماتشات، عمال تاجل. الحاجه الثانيه اللي بقى عندك مشكله كبيره في الكره المصريه النهارده والدنيا قايمه وما عادتش وبيحدد مصير الكره في مصر، هل مش من الاولى الكابتن هاني ابو ريده، وخلي بالك انا اقصد الكابتن هاني ابو ريده ان هو المسؤول، هو رئيس الاتحاد الكره المصري، خلي بال حضرتك وهو والناس ثاني هقول لك كابتن اسلام كان عندها ثقه كبيره في الكابتن هاني ابو ريده ان حال الكره في مصر اتعدل، نظرا ان هو خبراته وليه علاقات وليه علاقات كبيره مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. فلما النهارده تيجي تشوف المباريات تتاجل بالشكل ده، النهارده ده المباريات اللي متاجله اتاجلت تاني، يعني انا اجلت مباراه يا استاذ شريف؟ ايوه والله انا اجلت، انا بتكلم كلام مش انا بتكلم كلام حصل، كلام مش مثلا احنا جايبينه من لا ده كلام حصل، يعني انت اجلت لنادي الزمالك مباراه الانتاج الحربي وبعدين رجعت اجلت مباراه الانتاج الحربي للزمالك مره ثانيه اللي انت اجلتها مره اولى من 24 ساعه. طب ده كلام طب لا انا بس عايز اخد لو لم يحدث هذا الموضوع كل زماننا خلاص، عايز اكمل الموضوع ده برضه. النهارده لما يبقى عندك اتحاد كوره وعندك موضوع على السطح كده وراي عام، هل مش من الاولى ان رئيس اتحاد الكوره يدعو الجمعيه الاتحاد الكوره اعضاء مجلس الاداره لاجتماع طارئ لتحديد مسار الكوره المصريه، ولا سيب الدنيا على المشاع كده ولا اعمل لجنه من 4-5 حلوا انتوا الموضوع؟ النهارده كان من ضمن البيان اللي طلعه اتحاد الكوره فاخر البيان قال لك دراسه مقترح استكمال المسابقه بدون الدوريين، ده كان من ضمن المقترحات يا شيخ، ده كان امبارح، اذا كان في ذلك تحقيقا
لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية. مين المقصود بها الأندية المعنية؟ هل الأندية اللي لعبتها في منتخب مصر الست أندية دي الأندية المعنية، ولا هل الأندية اللي بتنافس على الأهلي والزمالك؟ هل أنت عملت استفتاء ولا طلعت قلت واجهت للناس أنا خطبت الأندية، في أندية وافقت ولا فيش أندية وافقت؟ أنت ما خطبتش حد، أنت عمال تصدر بيانات يعني بدون اجتماعات، سايب الحاج عامر لايص يعني مره سموحه ومره لا الحاج عامر ما هيعمل ايه؟ معلش ده مغلوب على امره اصل انا يا اسامه برضه ومهم جدا ان احنا نتكلم في كل هذه المواضيع، لكن اصل هو الحاج عامر هيعمل ايه؟ مع احترامي يعني معلش هو دلوقتي لو قالوا له لا احنا هنخلص بعد ال هو الحاج عامر المفروض بيعمل تصور بيعرضه على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو اللي بيدافع عن التصور بتاعه زي ما خلي بالك. احنا السنه دي عشنا الكلمه اللي احنا قلناها من اول الموسم من شهر 8، السنه دي موسم استثنائي، السنه دي كل فتره على الاهلي بس، السنه دي موسم استثنائي على الاهلي بس، هنقول على الكره المصريه. لا احنا بقالنا 9 سنين في الموسم، لو احنا السنه يا لو احنا اجلنا ماتشات تاني بعد كاس الامم الافريقيه هندخل في موسم استثنائي. هي نفس الدايره نفس الدايره اللي احنا شغالين فيها، موسم استثنائي. طب هيتم قيد اللاعبين امتى؟ هتريح اللعيبه امتى؟ عايز تغير اجهزه فنيه، عايز تدعم بلعيبه ثانيه، امتى تدخل على الفرقه بتاعتك؟ فانت النهارده برضه هتدخل بنفس الشكل موسم استثنائي. خلي بالك لو انت بصيت على الكره في تونس او في المغرب هتلاقي هي المسيطره على القاره في افريقيا، سواء في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه. عارف السبب ايه؟ ان عندهم الكونفدراليه الزمالك مصر برضه اتحاد كوره اتحاد كوره. لا بنتكلم على الكونفدراليه الزمالك السنه دي بس، بنتكلم على الاربع خمس سنين وخلي بالك اللي وصل